مرحبا بكم في الميديكال. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على التوحد عند الصغيرات، كيفاش نجمو نكتشفوا صغيرنا عنده التوحد وكيفاش يلزمنا نتعاملوا معاه. نلقاو اللعبة نتاعو ماهوش كيما لعب صغير عادي، يعني مثلا كيما برشا اكزامبل معروف انه يشد كرهبة ما يلعبش بها بطريقة كرهبة، تلقاه يشد جوست العجلة يدور فيها يمشي ويجيب اكاهاو. التركيبة الكيميائية نتاع بعض التلقيح ينجم يكون عندها، ينجم يكون عندها على خلايا أطفال معينة، خاطر نعرف الأطفال الكل قاعدين يتلقحوا بنفس هذا هو خطيرة رقم كما باش نحكيو على مدار البلاستيك على صحتنا وصحة صغيراتنا وعلى الطبيعة عموما. دونك احنا في تونس اخر ايتود صارت عام 2016 قاعدين نسيبوا في البحر في 8600 طن من البلاستيك، اللي 35% كله رجعت في الحوت نتاعنا ورجعت في الماء نتاعنا وكله رجع علينا. باش نحكيو على الزرارق نتاع مرضى السكري وكيفاش ولينا نستعملوهم في العالم باش ننقصوا في الوزن ونشوفوا المخاطر نتاعهم. الزرارق هذوما انتشروا في العالم وتويكا راجعين توا يحكيوا عليها برشا، على خاطر اوبرا وينفري كان ريتيشن الاعلاميه الامريكيه قديش ضعفت وكي سألوها تبين انه هي استعملت الزرارق هذوما نتاع مرضى السكري اللي يضعفوا. في العمل نتاعي اليومي قاعده نشوف في النساء اللي يحبوا في ساعه يضعفوا ما عندهمش العزيمه للضعف، كيما باش نشوفوا الحرائق اذا كان لا قدر الله صارت حريقه كيفاش لازمنا نتعاملوا معها. اش باش نعملوا احنا؟ نزع مسمار الاماء سنين، في مرحله ثانيه باش نثقبوا الخرطوشه باش بالمقبض التشغيل نعملوا ضريبه صغيره كيف نكايب كف براحه اليد، وكي نثقبوا القاروره الاطفاء يلزم وجهي ندوروا على جنب خاطر ما نعرفوش رده الفعل نتاع قاروره الاطفاء. خليكم معنا في سهره كل خميس على قناه التلفزه تي في، معايا انا فاطمه سويد.